أرحب بضيوفي الكرام الأستاذ عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، وكذلك الأخ علي كمال وسيط عقاري وصاحب موقع عقاري في وسائل التواصل الاجتماعي. مساكم الله بخير. مساك الله بالنور. مساك الله بالنور، يا هلا فيك. احنا ودنا نسولف وخذ راحتكم نتشارك يعني الحديث موضوعا عن العقار وارتفاعه ونزوله، وخصوصا اخوي عماد يعني يمكن احيانا المواطن ايضا المقيم يعني يقع في كثير من المشاكل ويمكن كثير من النصب من الاحتيال، فودنا نستفيد اكثر. لكن بالبدايه عطنا فرشه عامه عن ما هو اتحاد وسطاء العقار. اتحاد وسطاء العقار تاسس سنه 1996. نعم. لا شك أن اتحاد وسطاء العقار له دور مهم وفعال في سوق العقار، وأيضا هو يحل منازعات بين الوسطاء ومظلة للوسطاء الرسميين المعتمدين، ويقدم دراسة للجهات المعنية بسوق العقار. وأيضا من الأدوار اللي يقوم فيها الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار منع الدخلاء من الإساءة إلى سوق العقار الكويتي، وايضا الدخلاء والنصابين هو احنا نسميهم دخلاء. نعم. المتجولين والنصابين نعم. كلهم اللي يسعوا الى سوق العقار الكويتي، بالاضافه الى ان نتعاون مع الجهات المعنيه بسوق العقار مثل وزاره التجاره، اداره التسجيل العقاري، اداره مكافحه غسيل الاموال، البلديه، المطافي، الجهات المعنيه بسوق العقار، بالاضافه الى ان وقعنا اتفاقيات تعاون وتفاهم نعم. مع التطبيقات الالكترونيه. نعم. لأننا نشوف في سوق في اتحاد وسطاء العقار نشوف في السوق الإلكتروني سوق واحد، لذلك احنا ما انتظرنا تصير مشاكل في السوق الإلكتروني وبعدين نتعاون معهم، بدأنا معهم لأن حاليا عندنا تقريبا 9 تطبيقات أو 11 تطبيق متعلقين لهم علاقة بسوق العقار. ممتاز. فاحنا وقعنا حاليا مع 4 تطبيقات منهم، ومستمرين مع الباجي إن شاء الله ننظم السوق. بالنهاية إحنا اتحاد دورنا تنظيمي وليس ربحي. نعم، توعوي طبعًا. وتوعوي. ويعني الآن ونشر الثقافة العقارية. أحد لا حجة الآن بأن مثلًا يقول لك نصب علي ولا ما عرفت أسوي، مثل ما قلت أخوي عماد بأن يعني ما شاء الله أنتم مقصرين، وأيضًا تطبيقات كثيرة، والشباب المتميز في وسائل التواصل الاجتماعي مثلك أخوي علي أول ظهور لك هذا. أي نعم. نعم. طبعا في كثير من الحسابات في الانستغرام او يعني حتى المواقع الالكترونيه ما تكون ثقه، لكن انت ما شاء الله عليك قدرت تكسب ثقه الناس. هو اول شيء انا مكتب مرخص. نعم. هذا اول شيء. ثاني شيء، صار لي خبره بالسوق تقريبا 7 سنوات خبره. نعم. مهنيه، بالاضافه اني خريج جامعه الكويت محاسبه واقتصاد. ممتاز. اي اشتغلنا من خلال الميديا، لان الحين التسويق تقريبا تغير بالعالم. صح. كله، والعقار هم كذلك نواكب في التطور، فقمنا نسوق بالميديا، والآن الأخير تقريبا آخر شهرين قاعد نطلع نعطي الناس نصائح عقارية. ممتاز. على أسئلة عليها علامات استفهام كثيرة. يمكن كثير من الأسئلة تيك، لكن ايه؟ أحد الأسئلة توقع بأن شو الواحد يقدر يقيم العقار اللي مثلا مبنى أو عمارة أو اللي تكون؟ يشوف هو أنا حتكلم اليوم عن السعر وعن تقييم الأجار. تمام. أي أول شيء بتطرق عن الأجار، ناس تسأل منو اللي يحدد قيمة الأجار اليوم؟ صح. أنا أقول لهم لا المالك ولا المستأجر ولا المكتب. منو؟ اليوم سعر العقار نفسه يحدد القيمة الإيجارية. بس لو يطلعون الحسبة أنا اللي معطيهم إياها. نعم. أي عندنا اليوم أنا بحسب سعر الأجار. أنت لما تروح تأجر من شخص سواء كان عمارة أو بيت مقسم إلى شقق، أنت بالنهاية مأجر عند مستثمر. صح. ومستثمر يبي يحصل على عائد. الناس تسأل شنو معنى العائد؟ أقول نفس ما أنت الحين حاطينها. نعم. أي نفس ما أنت الحين تحط فلوسك وديعة في البنك، تبي تحصل على عائد سنوي نقول 3%. العقار يعطيك من 7 إلى 10%. بتكلم عن 7%. الحين بحسب مثلا عندي أرض في أبو فطيرة على سبيل المثال سعرها 260,000 وتكلفة البنيان 140,000، التوتل كله يطلع 400,000، راح أضربه بالعائد السنوي اللي هو 7%. راح يطلع لي رقم، هذا الرقم راح أقسمه على 12 أساس يطلع لي العائد الشهري. من يطلع لي العائد الشهري هذا راح أقسمه على عدد الوحدات السكنية، فتقريبا راح يطلع 2400. خلينا نقول بيت فيه 6 شقق، 6 وحدات سكنية، كل وحده سكنيه يطلع ايجار 400 دينار. فمن خلال قيمه العقار نحدد قيمه الاجار. طبعا في ناس تقول لك انسان ثاني قلت لي 400 دينار في بفطيره، جنوب السره الشقه مثلا 500 او 600، لان الارض في بفطيره 240,000. نعم. بس الارض اليوم بالصديق 450,000. هذا اللي يفرق. اي سعر العقار نحدده على سعر السوق اليوم، ولا وايد مسببات اسعار السوق اليوم.
بالتسعينات بداية الألفين كانت الأسعار مختلفة عن اليوم بسبب التضخم اللي قاعد يصير والعرض والطلب. الحين إذا أنا بروح مثلا بأجر شقة في مثل ما قلت مثلا بفطيرة، فصاحب العقار يعني أو المكان هل أنا بقول له أنت إيش كثر شريته ومساحتك وعشان أنا قاعد أسوي الحسبة هذه؟ لا 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 لا، بس هو إحنا اليوم إحنا كمكاتب إحنا تقدرها، إحنا نعطي التقييم اليوم. يعني الشقق في بفطيرة ثلاث غرف زائد غرفة خادمة من 350 ليل 500 دينار. الفروقات إذا بيت 400 متر يفرق على 500 متر، التشطيب نوعه يفرق، بس ما يجيك واحد يقول لك أنا عندي شقة بفطيرة بأجرها ب 700 ثلاث غرف، ما تصير، فما يقدر يخالف السوق. لازم أنه يكون أيضا يعني مناسب حتى حق اللي بيأجر. يعني أخوي عماد يعني هذا أنا بأجر مثلا في العاصمة أدري راح يفرق عن والله مثلا عن الجنوب أو عن الشمال، فتكون عندي ثقافة أيضا في هذا الموضوع. صحيح، أنا دائما أنصح خصوصا المواطن الكويتي. الأجنبي الفرق بين الأجنبي والكويتي، الأجنبي يختار شقته حسب ميزانيته، الكويتي يختار شقته حسب احتياجاته، وأحيانا تتعدى ميزانيته فيدش في المحظور ويتعثر في السداد. فدائما أنا أنصحه خليك على قد ميزانيتك اختار شقتك. نعم، إذا هذه كانت كشقة للأجار. للأجار، لكن مثلا الآن العقار يقول لك أنا مثلا أبي والله أنا أبي أشتري الأرض، أبي تكون مثلا في العاصمة، وقاعد تشوف الأسعار بأنها جدا مرتفعة، فالواحد يعني يكون بحيرة أنه شو يسوي بالضبط، هل أنه يبتعد عن هذا القرار ويروح له مثلا مكان أبعد؟ بالنسبة أنت تقصد أنه كيف يختار المكان؟ نعم، كيف يختار العقار؟ كيف يختار العقار؟ هو يختار أول شيء حسب الميزانية وحسب نظرته المستقبلية حق هذا العقار. زين؟ العقار فيه بين كل فترة وفترة، إذا تكلم عن العقار السكني، إحنا موضوعنا أعتقد اليوم عن العقار السكني. نعم. يعني نترك التجاري والاستثماري ونتكلم عن العقار السكني. العقار السكني في كل فترة تطلع مناطق يصير عليها الطلب أكثر من العرض، وهذه اللي تخلي هالمناطق هذه أسعارها تزيد. ودائما المناطق الجديدة أسعارها تكون أغلى مع الوقت من الأسعار المناطق القديمة. أعطيك مثال، حاليا غرب مشرف أغلى من مشرف، جنوب السرة أغلى من السرة، وحاليا المسايل وبفطيرة وفنيطيس جايين على مثل ما نقول بسرعة موجة الغلاء، موجة. نعم. ارتفاع في الأسعار. نعم، فطبعا يعني هذا يتم بناء على العرض والطلب. بناء على العرض والطلب. زين أخوي علي، تشجع تشوف الوضع حاليا، هل الكويت يعني يقدر حاليا يشتري أرض في منطقة مكان مناسب؟ والله شوف، انا عندي راي خاص ان عموما احنا بالكويت عندنا الاسعار متضخمه. معنى التضخم بالاقتصاد ارتفاع في المستوى العام الاسعار، والعقار يعتبر منتج. اليوم الناس اللي تقدر تشتري عقار بالكويت نسبه قليله. نعم. والاغلب مو قادر يشتري، فقاعد يتجه للتاجير او انه يطلع يروح مكان بعيد. نعم. والاغلب يقول انا ما ابي اسكن مكان بعيد، ابي اسكن داخل الديره. فصعبه الحسبة، صعبة مو الحسبة صعبة، ميزانيته ما, ما 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 راح تكفيه انه ياخذ العقار بالمكان اللي هو يبيه. فالواحد بينه ينتظر متى ينتظر ويقعد أجار. متى يطلع له من الاسكان، وايضا الاسكان يعني هم عندهم تاخير كبير. لكن اذا احنا بنعيش بالاخوي عماد بهذا الموضوع، معناته بينه يمكن الواحد يعني يقضي عمر طويل في الاجار. والاجار هذا ايضا يعني بعد يعني يستهلكه. صح، طبعا طبعا. الأجار دائما بالنسبة حق المناطق اللي يختارون فيها الشباب، أنا دائما أقول لهم إذا أعطوك عقار حتى لو بالمناطق البعيدة الحدودية مثل المطلع وصباح الأحمد والخيران، أخذ بهالمناطق، أخذ بهالمناطق حاليا، لا تطوف يعني الدور عليك. وهذا أنا دائما أحاول أنصح الشباب. أنا أشاركك هذا الموضوع إنه فعلا أي نعم، لا تنتظر وقت طويل، حاول تقعد، لان مثل ما قلت الاجار متعب. نعم. وحاليا الاجار اكثر من نص راتب الشخص الموظف خصوصا. نعم. تعدى نص راتبه، فيشكل عليه ميزانيه ضخمه. فدائما اختار المناطق اللي هذه. ترى اليوم مع الخطوط السريعه، لو شفنا جابر الاحمد. نعم. مع الجسر الجديد من للديره لجابر الاحمد 10 دقائق ربع ساعه. نعم. فالمناطق مع الخطوط السريعه ان شاء الله راح تشوفها تقاربت اكثر. هو نفس قبل يعني كنا مثلا صباح السالم كنا نشوفها بعيده. صحيح. بعدين القرينق كنا نشوفها بعيده، الحين صاروا اقرب من اللي قاعد نشوفه. سعد العبد الله ولا صباح الاحمد والمطلع. فالواحد مثل ما قلت انه الغالي يكون عنده شوي نوع من القناعه، لكن هذه القناعه ما تي اخوي علي الا لما الواحد يكون مطلع ومثقف اكثر. فشلون اقدر انا اكون مثقف في العقار؟ مثقف بالعقار تستشير المختصين بالعقار نفسهم. نعم. وما تسمع كلام الدواوين.
اي تسمع، لا تسمع صراحه كلام المختصين، ولا تسمع اللي يقول لك العقار راح ينهار، فتلقاه انت تنطر ينطر سنه سنتين 10 سنين العقار لحين ما نزل، واذا نزل تسمعهم انه راح ينزل زياده بعد انطر، هو كان يقدر يشتري وبعدين يرتفع مره ثانيه. فاسمع كلام المختصين، تروح حق الشخص المختص. قبل اطلع فاصل اخوي عماد، الاجار الموحد، عقد الايجار الموحد، عقد الايجار الموحد شو اقصد فيه؟ احنا اليوم في 2020، نعم، من المعيب علينا ان نروح نشتري عقد الايجار من المكتبه ووصل الايجار نشتريه من المكتبه، لازم يكون هناك عندنا عقد ايجار موحد. انا تعبت عليه والاتحاد تعب عليه لمده شهرين، تواصلنا مع الاخوه في قطر والاخوه في الامارات الشارجه، حاولنا نعمل عقد ايجار موحد مثل القطره اللي تركب على كل راس. العقد الايجار الموحد هذا له مميزات، من مميزاته اذا صار الكتروني زين، من مميزاته انه سلمك الله اول شيء يصلح للشقه والفيلا والمخزن والشاليه والمحل، اي عقار يشمل اي شيء يطلق عليه عقار، ممتاز، ومكون من صفحه واحده، هذا الصعوبه اللي فيه. ثاني شيء اذا صار الكتروني، احنا مشكلتنا حاليا وين في صايره؟ مشكلتنا اذا المستاجر طلع من عندك انت كمالك، الدوره سنتين في بالمحاكم ما تحصله، ولا حصلت اجرتك اللي هو ما دفعها. في العقد الايجار الموحد اذا هو طلع من عندك وقع مع اي شخص ثاني، لان عقد الايجار نسيت اقول لك مربوط بين المعلومات المدنيه ووزاره العدل والمكاتب العقاريه ووزاره الكهرباء. مثلا هو مو دفع لك الاجره، من يوقع مكان ثاني يبين عندهم وزاره العدل، هم عندهم مشكله في الاستدلال، انحلت مشكله الاستدلال، راح يبين عندهم هو وين وقع، ما راح يبات في الشارع. وين وقع الشقه الثانيه واللي راح لها انتقل لها. ايضا المعلومات المدنيه احيانا يكون بطاقتك فيها العنوان غلط، لكن اذا انتقل من مكان لمكان راح يصير عندهم ابديت وتحديث يومي مع اي شخص يكون انتقل الى شقه جديده وعرفوا مكانه بالشقه الجديده. هذا الربط الالكتروني مع ايضا وزاره الكهرباء اللي مو محصلين منه رسم الكهرباء راح يعرفون وين ساكن ويتواصلون له. العقد الإيجار الموحد هذا إن شاء الله إذا تطبق في 2020 أو 2021 راح يحل كثير من المشاكل. وين دوركم فيه؟ إحنا اللي عملناه، وسلمناه حق وكيل وزارة التجارة جزاه الله خير، وهم الأخوة جدا متعاونين معانا. الحين بس باقي إنه يتحول من عقد ورقي إلى عقد إلكتروني ويطبق على مستوى الكويت. ممتاز، شيء جدا جميل إن شاء الله يا رب. بالعكس يعني هذا تعتبر تقدم هذا في الثقافة. إن شاء الله فاصل وردين لكم بإذن الله. احنا اكثر مستمرين معاكم وحديثنا عن العقار، سواء كان يعني بيت يعني شقة، طريقة الأجار والعقود اللي للأسف يمكن كثير من الشباب يعني يسقطون في الخطأ فيها. أخوي علي طبعا أنت يعني مطلع كثير على الموضوع هذا في وسائل التواصل الاجتماعي، السريع شنو بعض الأسئلة التي تيك لتكون غريبة نوعا ما؟ في بعض ما تقول ليش شرط للمعاريس أو للأجانب فقط؟ أي أنا مثلا أول شيء أتكلم عن واضحة ما يبون أحد يأذيهم؟ لا هو شوف، هو على أساس إحنا لازم نفهم الناس إيش يعني طلب كذي، للأجانب فقط، وفي ناس تطلب كويتيين فقط. المشكلة أن المالك إذا صارت المشكلة مع الكويتي أو مع الأجنبي عممها، ما يصير، أنت ما يصير تعمم على الكل. في بعضهم ما جرب بس سمع بالديوانية أن رفيجة مثلا صار له مشكلة مع الكويتي أو مع الأجنبي، خلاص، فأنت ما يصير تعمم. أنا اليوم أي شخص يبي أجر أنا كمكتب عندي دور أقوم فيه، أول شيء أطلب بطاقة المدنية وأرسلها للمالك، ممكن أقول أطلع ورقة استعلام قضائي تبين عليه إذا عنده قضايا أجارات قديمة أو لا، وأشوف هو موظف، زوجته موظفة، عشان تعرف ملاءته المادية. ممكن هو يأجر دور أجاره 1000 دينار وهو معاشه وزوجته 1500، فهذه الأمور لازم نعرفها. هم كذلك لازم المالك يعرف أن كم طفل عنده، كم واحد ساكن عنده. فأنا أقول حق المالك إذا أنت خذيت الخطوات هذه كلها بعدها لا تسمع يا لا أجنبي ولا كويتي، أخذ يعني هالأمور هذه إذا كانت عندك تمام. كلامك جدا سليم. أي السؤال الثاني سألتني المعاريس، شوف احنا عندنا عقود الأجار سنوي جدد تلقائي لخمس سنوات،
في بعض ملاك إذا هو ساكن بالبيت يقول لك أنا إذا ضربت معرس يعني أول سنة ما عنده إزعاج ما عنده أطفال وإذا قاعد عندي المدة هذه كاملة من يبيع عيال يزيد عليه الأجار يعني لا ما يزيد عليه بس من طفل ثلاث أطفال إذا هو تو معرس بس إذا بيني شخص عنده طفلين والله بيرزقه طفلين زيادة أو خمسة فراح يصير أنه مكان يصير على عدد أفراد أسرة كبيرة وأنا عادة أقول حق أي شخص إذا المالك طالب معاريس لا تأجر عنده نعم لا تأجر كلامك عنده. سليم لا شيء حلو صراحة يعني الواحد يتثقف هذا المطلوب بأنه بيأجر أو ما يأجر بنشوف مع بعض تقرير على نفس موضوعنا ونرجع معكم بالتأكيد طبعا في التقرير كان أخوي علي كمال وقلت كلام جدا جميل وطبعا وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت هي يعني الموجة فأخوي عماد إيش رأيك في وسائل التواصل الاجتماعي وكثير من النشيطين يمكن يكونون غير مختصين ويبدون يفتون بالنسبة حق وسائل التواصل الاجتماعي أنا دائما أقول حق الأخوة إحنا لازم قبل نشوف الشخص اللي قاعد يتكلم لازم نشوف السي في ماله نتأكد إنه هو عنده خبرة عقارية هل هو صار له باع كبير في السوق شلون ناخذ منه صفته شنو هي بالسوق يعني ما نقدر تعرف اليوم وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب ما نقدر نعتبرهم كيعني مثل نقول شيء رسمي نعم هاي وجهة نظر تقال ووجهة النظر يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها تتحراها أي لكن احنا أنا أركز دائما على أكثر هي التطبيقات اللي قلت لك عنها في البداية التطبيقات الإلكترونية هذه اللي ما تسمى التسويق الأونلاين أو التسويق الإلكتروني هذا التسويق الإلكتروني له مستقبل واعد فالناس لازم يكونون حذرين من خلال تسوقهم من مع ما يشتري عن طريق التسويق لا يشتري بس يشتري مع التطبيقات اللي المعتمدة الرسمية يعني شلون اللي تعتمد الوسطاء الرسميين ما أكو تطبيقات ما يهمهم هذا من اللي عرض عندهم أو أعلن عندهم أي شخص يعلن عندهم بس مجرد دفع 3 دنانير أو 4 دنانير أو الرسم وتفرق بعدين لما تشوف صور العقار المبنى وتفصيلاته علي يفرق فيقع بال مو شوف هذه المشكلة اللي قاعد نواجهها إن في عندنا أشخاص مو مرخصين بالسوق أنا اليوم أي عقار ينعرض عندي خصوصا أجارات لازم أطلع أنا أشوف المكان أقيمه أصوره كفيديو وكصور إضافة لذلك المساحات في بعضهم ما يطلع يجيب صورة من النت ويعرضها فأنت تطلع تشوف شيء غير اللي أنت شايفه بالواقع نعم فلازم أنك تروح تشوف بنفسك يفضل وممكن هذا بعد اللي بالنسبة حق السوشيال ميديا والأمور هذه أنا دائما أقول في السوق لازم يصير عندنا الخبرة العريقة والأسلوب الحديث خصوصا في المكاتب العقارية أو الوسطاء العقاريين دائما أقول لهم تشاركوا الأخوة مثل الأخ علي يعتبر من اللي عندهم الأسلوب الحديث والأخوة اللي مثل عندنا بالسوق ما شاء الله كل واحد صار له 40-30 سنة بالخبرة. يعتبر بالخبرة العريقة لا ما أحب أنا كل واحد يشتغل بروحه العمل الفردي ما يجيب نتيجة العمل المشترك وهذا يؤدي إلى أن نعطي إنتاج جيد حق المواطن أو المقيم يحصل بالتأكيد. على نوعية جيدة من المكاتب العقارية وهذا الهدف وأيضا بعد يعني أخوي عماد بين البائع والمشتري أو المؤجر يعني شروط العقد والعقد شنو نقدر نسوي هذا سؤال جدا مهم يعني أنا ودي أنصح المواطنين وأوجه لهم من خلال برنامجك أخوي محمد بالكويتي ودي يركزون معاي على هالنقطة قبل لا تتوقع أي عقد في مكتب عقاري سواء كنت بايع أو مشتري أول شيء اطلب من الوسيط هذا هويته احنا كاتحاد وسطاء العقار طلعنا هويات للمكاتب المعتمدة الرسمية لا شك انه هو عنده هوية اذا ما عنده هوية لا تتعامل معاه من البداية هذه أول خطوة ثاني خطوة اذا جيت بتوقع العقد احنا عندنا دفتر يسمى دفتر الوسيط العقاري وهذا دفتر وسيط معتمد رسمي الوحيد في إدارة التسجيل العقاري يعني عقود الشركات عقود المحامين عقود أي عقد يكون غير مقبول في إدارة التسجيل العقاري لبيع وشراء الأراضي والعقارات في ما عدا هذا الدفتر ممتاز. فتأكد ممتاز. قبل لا توقع بأي كلمة في هذا الدفتر خليه يفتح لك الدفتر شوف صورة راعي الدفتر واسم راعي الدفتر وهل هذا الدفتر منتهي ممتاز. أو غير منتهي في بعض الناس يستحون لا تستحي هذا حقك أكيد. تأكد أحياناً في بعض ضعاف النفوس يأجرون هذا الدفتر
بعد يصير اللي قلنا عنهم الدخلاء والمتجولين الدفتر ملاتش هذا بالضبط. فعشان كذي انا اقول لك انت اليوم دافع مثل ما تقول مبلغ كبير يصل الى نص مليون وملايين الدنانير. اليوم تداول العقار بالسنه 3 مليارات دينار، يعني وهو اكبر سوق بالكويت واكثر سوق محتاج الى ترتيب. فانت تاكد يا بايع او شاري ان هو صاحب الدفتر اللي بيكتب هو نفسه اللي صاحب الصوره وصاحب المكتب. حلو ان صورته موجوده وتاريخ ممتاز. الانتهاء ايضا تاكد ان هذا الدفتر ساري المفعول وغير منتهي. اثنين، وانت تتاكد ايضا من ان اللي قاعد يدون الكلام مو بس اللي وقع على العقد، هو ايضا صاحب الدفتر. ثالث شيء، دائما انصح الاخوان واوصيهم حطوا عقد انتهاء هذا البيع، لان البيع لا عقد، هو اسمه عقد ابتدائي، عقد بيع ابتدائي لا نهاية. حطوا متى ينتهي هذا العقد، هذا مو عقد زواج مفتوح، هذا عقد بيع. فالعقد البيع وعقد المقاولات لازم مشروط. يكون له مشروط بعقد انتهاء. ثانيا، إذا كان أنت بتشتري عن طريق بنك الائتمان أو بنك التسليف أو أي بنك ثاني، تكتب جملة تحرص أنت كمشتري عشان تضمن حقك بالعربون، تحط جملة تستكمل، ركز معي، تستكمل إجراءات البيع ضمن شروط ومواعيد مثلا على سبيل بنك الائتمان على سبيل المثال. وفي حالة عدم موافقة البنك فقط يرد العربون وترد العمولة. ممتاز، هذه أنا أكتبها ما تكون موجودة هو في... يكتبها لك الوسيط بس أنت لازم تقول تذكره، يعني تذكره تنبهها. بالتاريخ تذكره، تتأكد أن صورته موجودة وهو صاحب الدفتر. ممتاز، تأكد أن عنده هوية، تتأكد أن رخصته غير منتهية، تتأكد أيضا أن يحط لك تاريخ لانتهاء المدة. ممتاز. أهم شيء الدفعات. عندنا في بيع وشراء العقارات نوعين، عندنا العقار السكني اللي ساكن في رعية أو مثلا خلينا نقول في بيت، هذا بثلاث دفعات، يفضل أنها تكون بثلاث دفعات. مثل دفعة أولى نسميها العربون، الدفعة الثانية عند تحويل الوثيقة، الدفعة الثالثة عند الإخلاء واستلام براءة الذمة والبيت خالي من السكن. أما بالنسبة للأراضي عندنا دفعتين، دفعة أولى اللي هي بالبداية العربون، والدفعة الثانية عند التحويل في التسجيل العقاري، لأن الأرض ما فيها إخلاء. وآخر نقطة اللي أركز عليها بالنسبة حق أخواني المواطنين، وهذا لا تتداولون إلا عن طريق التشيك المصدق. ابتعدوا عن شيء اسمه كاش، وابتعدوا عن شيء اسمه تشيك عادي. في العقار التشيك مصدق. لازم يكون عادي. هذه نصائح جدا جميلة. هذه نسميها الثقافة العقارية اللي ودنا توصل حق المواطنين كلهم. هذه لكن مرات يعني شوف احنا نطيح بشغلات بسيطه، يمكن بالاجار اخوي علي اذا تشاركنا مثلا، اللي بيأجر دور بيأجر مثلا شقه بالاخير يتوهق بالمصافط، فلازم تكون موجوده من ضمن شروط العقد بين انا لي مصفط مصفطين وين مكاني. وانا شوف انا دائما عندي خطوات اقولها حق المستاجر قبل لا تأجر او توقع عقد. اول شيء تطلع تشوف العقار نفسه، اذا انت كنت طالع بروحك، لنا صادفتنا يوقع العقد بعدين يقول لك لا زوجتي ما شافته، تطلع يكون الاهل شايفينه، في بعضهم يستخير، اقول له هم مستخير، الحين انت توكلت على الله، تبتي توقع العقد تشوف انت شنو الاشياء اللي انت مطلوبه منك. عاده بالبيوت السكنيه الكهرباء والماء تكون على المالك، تاكد هم كذلك من الصيانه، الصيانه تكون عليك ولا على المالك. والمواقف اذا قال لك لك موقفين اوكي، تقول له اوكي حدد لي اياهم برا، وهم حدد لي اياهم بالعقد على اساس انت بعدين لا توهق. لان العقد حيكون ملزم على المالك. الوضوح حلو هذا، لكن مرات توهق اذا مثلا بتاجر عند مثلا احد من الاقرباء من الاصدقاء كذي، تحس بصعوبه يمكن اذا قلت هذه. والله شوف هو عاده الاقرباء والاصدقاء يعني تكون حبيه وما ما, ما نشوف بينهم مشاكل، ما يدخلونك بالطوفه. لا والله ما صارت بينهم مشاكل. لا هو دائما بالنسبه حق موضوع المصافط، انصح دائما صاحب البيت يعمل كروكي للمصافط ويوقعهم كل واحد على المصفط اللي له، على اساس باكر حتى لو واحد لا يصفط مكان حتى المشاكل هذه نكون واضحين. احنا ان شاء الله بنتواصل معكم لان موضوعنا جدا مفيد وكلامكم ايضا جدا مفيد، ولكن بعد هذا الفاصل مستمرين معاكم وحديثنا طبعا عن العقار من خلال يعني سالفة الأجار أو الشراء أو أيضا البيع، وموضوعنا يعني لازم ندخل فيه ختنا وأمنا، فالمرأة لها حق أيضا في هذا الموضوع.
الحين مثلا المرأة ممكن أنها تأخذ 70,000 شو تسوي فيهم؟ هي عشان تكون مستحقة للقرض طبعا حق الأرامل والمطلقات في شروط, طبعاً في شروط. أوكي إحنا عقاريين يهمنا أن يعطونهم 70,000 لازم عقار يكون مساحته فوق 70 متر فوق 100 متر آسف. ولكن اليوم ما في شقة بالكويت مساحتها فوق 100 متر مطابقة لقرض المرأة سعرها 70,000 فهي مضطرة أن تزيد. أقل شيء ممكن تحصله بالمهبولة بحدود 75-76 حوالي السالمية 85-90 صباح السالم 100 لأنه اليوم أكثر منطقة عليها طلب. في ناس يقول أنا ما أقدر أوصل لهذا المبلغ وما بيسكن مثلا بالمهبولة. فأنا نصيحتي لهم أن أنت هذا العقار مو شرط اليوم تسكنينه, تقدرين تأخذينه وتأجرينه وتستفيدين من أجارة. أنا نزلت هذا الفيديو على الانستغرام جتني وايد تعليقات إنزين بس ترى القرض في عليه قسط اكيد, أكيد. نعم. فهو يعني بالنهايه هي معطيه هو لا هو الاجار ترى ما راح يسكر كل مصاريفكم. نعم. يعني هو خلينا نقول الشقه اجرتيها 300 دينار, حتى لو القسط بيوصل 150 انت صافي لك 150. نعم. في ناس تروح حق شقق صباح السالم اللي هي اليوم عليها اكثر طلب. منطقه جديده جميله هم البنيان وقريبه الان اصبحت هي القريبه هي اصبحت القريبه. نعم. وهم المستثمرين هناك قدموا بنيان وايد جميل. يعني ايه مهتمين بالبنيان ولكن تقول لك مساحتها صغيره. مساحتها هي فعلا صغيره يعني الغرف ممكن 3.5 × 3.5 الصاله 7×4 فهم كذلك اقول لها انت اذا تدورين المنطقه هذه حوالينها المسايل بفطيره او فنيطيس تقدرين تاجرين هذه الشقه ب 450 وتسكنين هناك ب 450 والشقه اللي في بفطيره اكبر من الشقه اللي راح تاخذها بصباح السالم. نعم كلام سليم كلام سليم. بنشوف مع بعض تقرير مع احد خبراء العقار وارجع مع ضيوفي الكرام ومستمرين معاكم وحديثنا عن العقارات وايضا يعني نصائح كثيره. يعني حتى اخوي عماد واخوي علي يعني اشكركم على النصائح اللي قاعد تقدمونها وهذا هدف البرنامج بان احنا نوعي الجميع في طريقه البيع الشراء للعقارات. بس كان عندك تعليق اخوي على التعليق بس بخصوص ان المالك متى يقدر يرفع قيمه الاجار. نعم. هو بعد 5 سنين بعد ما ينتهي العقد يحق له انه يرفع الاجار ولكن على وضع السوق. ولكن ترى مو شرط يرفع الاجار. احنا بال 2015 عندنا اسعار العقارات نزلت ل 2016-17 فهم كذلك تبعها الاجار. فكانت شقق عندنا بجنوب السرى مؤجره 550 فالمستاجر قام يشوف نفس شقته معروضه 450 فيكلم المالك يا تنزل لي يا اطلع. فالمالك يقول ليش اخليه يطلع واعدل الشقه واشوف لي مستاجر ثاني فنزل له الاجار. فمو شرط بعد انتهاء العقد ترى انه يرتفع الاجار ممكن ينزل على حسب وضع السوق. ممكن كذي احنا هذا اللي تعودنا عليه لنعرفه بعد 5 سنين يزيد لا الاجار يعتمد على وضع السوق وهذا صارت يحق معنا. يحق للبايع انه يرفع بعد للايجار. خلينا نتكلم احنا في موضوعنا الأجار. محدد الايجار وليس عقد الاستثمار. في عقد الاستثمار مختلف عقد الايجار وخصوصا في الموضوع اللي احنا قاعد نتكلم فيه السكني. عقد الايجار يحق للمالك بعد 5 سنوات ان يطلب بزياده الاجره وكذلك هذه الجملة اللي قلتها يوم ساعة كذلك المستأجر لا يحق له بعد 5 سنوات بخفض بطلب بخفض الأجرة بعد 5 سنوات. هذه عمرها ما صارت بالكويت. هو لازم يطالب مثل ما قال الأستاذ علي. لا صارت. نعم. صارت. طالبوا ونزل لهم لأن شوفوا هو دائما ما يبي ريتيل حق العقار يبي العقار يتم والمستأجر ما يطلع يحافظ على المستأجر اللي عنده أحسن من ما يجي له واحد ثاني. وأيضا مو بس دائما تلقى جملة العقد سنوي ويتجدد تلقائيا. سنوي ويتجدد هذا أغلب الناس عبالهم أن بعد السنة يرفع عليه الأجار. لا هو ما يحق له يرفع عليه إلا بعد 5 سنوات. العقد هذا سنوي ويتجدد تلقائيا معناته أن الاثنين ملتزمين بالسنة هذه أنه يكمل السنة عنده وهو ما يطلع قبل السنة. نعم ممتاز. بنشوف مع بعض اراء الناس بعد احنا خذينا اراء الخبراء وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي الان خلينا نشوف اراء الناس في هذا الموضوع. مستمرين معاكم وحديث جدا مهم يعني قاعد اسولف مع ضيوفي الكرام بان الواحد لازم تصير عنده جراه اكثر. صحيح. يعني بدل ما حتى الواحد بيروح يأجر لازم انه يكون واضح جدا وعقوده مدروسه مكتوبه. صحيح. ابي اشتري ايضا عقودي والشروط جدا تكون واضحه. صحيح. الوقت خذانا لكن ممكن يعني اختم معكم سؤالين اخوي علي. الان المزايدات في العقار هل تؤثر على ارتفاعا هبوطا؟ المزادات راح تاثر بالارتفاع وبالنزول. اذا كان مزاد فيه عروض قليله والمنطقه نفسها ما فيها عروض ممكن بعض المرات اسعار مزاد تكون مقاربه لسعر السوق وهذه تثبت سعر السوق. ولكن اذا يعني مزاد فيه اراضي كثيره لان هذه الاراضي راح تنترد وتنعرض بالسوق فراح توفر عرض كبير بالسوق فراح تنزل اسعار فهي تؤثر بدرجه كبيره وتسحب السيوله من السوق
وتسحب بعد السيولة. المزاد ده تسحب السيولة من السوق. نعم. سؤالنا الأخير عن المرأة. إحنا شوي تكلمنا عن 70,000 القرض، والآن شلون المرأة تقدر أيضا يعني تستفيد من العقار؟ تستاهل أختنا المرأة. أنا أهم نوجه لها كذا نصيحة. أولا عندما تشتري المرأة شقة تمليك تحرص أنها ما مطابقة لازم تكون على شروط بنك الائتمان. نعم. أثنين ما تكون فيها مخالفات. ثلاثة تكون بـ100 متر وأعلى، غير مؤجرة. والعمارة أيضا ما تكون فيها مخالفات. بالإضافة إلى ما تشتري شيء تحت الإنشاء. أغلب المشاكل ترى اللي تحوش الخوات أنهم يشترون يعني شقة تحت الإنشاء. وهذه الشقة اللي تحت الإنشاء لا تشتريها وتكتب العقد عند مالك الشركة. ركز معي أخوي محمد. عند منو اللي أكتبه؟ بالضبط. تكتبه عند وسيط رسمي معتمد. ليش؟ الرسيط الرسمي المعتمد دائما يحط العقد يرضي الطرفين حسب القوانين. نعم. العقد اللي يكتبه صاحب الشركة أو صاحب العمارة يحط كل الشروط اللي تناسبه هو، واللي بعدين لا سمح الله قدر الله تأخر في التسليم أو تأخر في هذا. لذلك تراهم أنت أصحاب العمارات وأصحاب الشركات يكسبون كل القضايا أغلبها. نعم. يكسبونها. ليش؟ لأنه هو كاتب العقد. أو المحامي ماله هو اللي كاتب العقد. فأنصحهم لا تشترين شيء تحت الإنشاء تدفعين بوزيت عربون. صح. ولا مقدم شيء وبعدين تنتظرين لما العمارة تنتهي وتقعدين سنوات وانت ما استلمت شقتك. روحي عند تأكدي ان شوفي عينك ميزانك، شفتي الشقة انتهت تشطبت، يمكن راح تدفعين اكثر بس راح تاخذين شيء مضمون. انت بالنهاية تبين الشيء المضمون اللي يتحول لك في المستقبل في التسجيل العقاري. نعم. نعم. انا دائما اقول لها اقول لهم عقود الشركات وعقود المحامين توديك عند المحاكم. وعقد الوسيط العقاري المعتمد الرسمي وديك في التسجيل العقاري. نعم. هذا انت اختاري وتروحين المحاكم ولا تروحين التسجيل. نعم. كلام جدا جميل. اذا عندك كلمه اخيره اخوي. بس يعطيكم العافيه ان اليوم اعطيتونا المجال ان نوضح حق الناس ايش اللي قاعد يدور بالسوق. اكيد اكيد. ساعه المباركه يا رب. واخوي عماد احنا الحين ترى بنحط الرقم الساخن لكم. اي والله. نعم. في هذا الرقم الساخن اللي تفضلت فيه. نعم. اللي هو 5542020. نعم. هذا احنا حاطينه في اتحاد وسطاء العقار لاستقبال استشارات المواطنين والمقيمين ايضا. نعم. ومقترحاتهم واي شكوى عندهم على اي مكتب عقاري او اي متجول او اي شيء او قبل لا يوقعون. شوف انا دائما اقول لك اخوي محمد قبل لا توقع اي شيء. نعم. انا اقدر اخدمك بس لكن بعد ما توقع وتخلص مشاكل طيح الفاس بالراس ما ينفع. ما اقدر افيدك. نعم. دائما. نعم. هذا الخط الساخن اثناء ساعات العمل موجودين احنا ان شاء الله نرد على جميع استفساراتكم وان شاء الله ما نقصر معاكم في اي موضوع يتعلق بالعقار. ممتاز. قواكم الله. الله يعافيك. كل الشكر للاستاذ عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، وكذلك الاخ علي كمال وسيط عقاري وصاحب موقع عقاري في وسائل التواصل الاجتماعي. خليكم معنا بعد الفاصل مع ضيف كريم.